شهدت محافظات بابل وصلاح الدين وواسط وميسان وديالى احتفاليات مركزية لتحالف سائرون بحضور جماهيري واسع. وخلال الاحتفالية شدد الحاضرون على ضرورة اختيار الأكفأ لانتخابه والالتزام بمبدأ المجرب لا يجرب. من جانب آخر، أكد القائمون على الاحتفالية أن تحالف سائرون عابر للطائفية ويضم مختلف شرائح المجتمع العراقي. ومقتدى الصدر دعمه لمشروع وطني وكتلة وطنية عابرة للطائفية وضد المحاصصة، متآلفة مع اتجاهات لها ثقلها في الشارع العراقي وتجربتها الوطنية وتاريخها. من ذلك الحين اختبط العراق خطواته السياسية في طريق السيادة والرقي والتقدم، وبدأت بذلك صفحة وضاءة في تاريخ العراق كانت مقدمتها مسيرة إصلاحية طويلة قطعناها سوية لمحاربة وكشف الفاسدين ولنصرة العراق وشعبه. تلك المسيرة التي لن تتوقف أبدا والتي قاسينا خلالها مرارة التصدي وذقنا جور الفاسدين الهادفة إلى التغيير الاجتماعي أولاً والسياسي ثانياً.